شوف مع بعض حرف الباء، شايفين؟ هو ده حرف الباء. نقول مع بعض حرف الباء عبارة عن طبق وتحتيه نقطة. تعالوا نلون مع بعض يا أصدقائي حرف الباء. حلوين، ده شكل حرف الباء. ودلوقتي يا أصدقائي تعالوا نشوف مع بعض شكل حرف الباء. حرف الباء يا أصدقائي له أربع أشكال. الشكل الأول اللي شايفينه دلوقتي شكل حرف الباء لما يكون في أول الكلمة، ودلوقتي شكل حرف الباء في وسط الكلمة زي ما احنا شايفين، شابك فيه حرف قبله وحرف بعده، وده شكل حرف الباء لما يكون في آخر الكلمة، شايفين شابك فيه حرف قبله لكن مفيش حرف تاني بعده، وده الشكل الأخير لحرف الباء لما يكون منفرد لوحده، مفيش لا حرف قبله ولا حرف بعده. صور لكلمات تبدأ بحرف الباء. صورة ايه دي؟ بيت، بنت، برج، إبرة. دي كلمة بيت. ازاي نكتب كلمة بيت؟ اول حرف فيها حرف الباء. تعالوا نشوف كلمة بنت، بنت، برج، إبرة. نشوف أول حرف كلمة بيت، باء عليها فتحة ننطقها باء، باء فتحة، باء بيت، باء كسرة بي بنت، باء ضمة بو برج، باء سكونة ب إب إبرة إبرة. شوف وقفنا على الباء إزاي عشان عليها سكون. نقولهم تاني، باء بيت، بي بنت، بو برج، ب إبرة، بقرة، بطيخ، برتقالة، حبل. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات دي. أول كلمة كلمة بقرة، الباء عليها فتحة، بطيخ الباء تحتها كسرة، برتقالة الباء عليها ضمة، حبل الباء جت في وسط الكلمة وعليها سكون. تعالوا نشوف كده الباء تتنطق ازاي في كل كلمة. باء فتحة باء، بقرة، باء كسرة بي بطيخ، باء ضمة بو برتقالة، باء سكونة ب حب حبل. تقولهم تاني، باء بقرة، بي بطيخ، بو برتقالة، باء حبل حبل. تعالوا نكتب مع بعض حرف الباء بأشكال مختلفة. ده حرف الباء في أول الكلمة، ننزل بشرطة واقفة وبعدين شرطة مايلة السطر، اوعى تنزل عن السطر خلي بالك، وبعدين نعمل النقطة بتاعتنا تحت الباء. شطار. تعالوا نشوف الباء المفردة، ننزل بواحد عدل وبعدين نمشي على السطر، اوعى تنزل عن السطر، وبعدين نطلع بشرطة مايلة لفوق ونعمل النقطة بتاعتنا لتحت. تعالوا نشوف الباء لما تيجي لوسط الكلمة، يشبك فيها حرف قبلها، وبعدين نطلع بشرطة فوق، وبعدين نشبك فيها الحرف اللي بعدها. حلوين يا أصدقائي. تعالوا نعمل النقطة بتاعت الباء، ودلوقتي هنعمل الباء في آخر الكلمة، شرطة طويلة طويلة طويلة، شرطة طويلة لغاية آخر الحرف، ونرفع فوق بحرف الباء، وفي النص نعمل الشرطة الواقفة لفوق بحرف الباء اللي هي الشرطة الأولى، وهنا نعمل النقطة بتاعت حرف الباء. يلا بينا نرحب بحرف التاء. تاء، حرف التاء. تعالوا نتأمله شوية قبل ما ندخل في تفاصيل. حرف التاء عبارة عن طبق وعليه نقطتين. طيب ممكن أشوف حرف التاء ده فين؟ ممكن أشوفه في كلمة توت. كلمة توت بتبتدي بحرف التاء. حرف التاء زي ما احنا شايفينه هو اللون الاحمر ده. مش ملاحظين حاجة يا اصدقائي؟ ان توت ابتدت بحرف التاء
وانتهت برضو بحرف التاء. توت. طيب ممكن ألاقيه في إيه كمان؟ برافو عليكم، ممكن ألاقيه كمان في تين، ألاقيه كمان في التين. تين برضو ابتدى بحرف التاء. طيب ايه ده؟ ده مترو. مترو. مترو برضو هلاقي فيها حرف التاء، بس نلاحظ ان حرف التاء هنا وسط الكلمة، يعني مترو يعني لقينا التاء في وسط الكلمة. مترو. مترو. طيب كمان فين؟ برافو عليكم، في خاتم. خاتم هنلاحظ ان ايه؟ ان برضو حرف التاء جه في وسط الكلمة بس شكله مختلف شوية. ليه بقى شكله مختلف؟ علشان مش حرف شبك فيه خالص. خاتم. طيب يلا بينا نتعرف على الحرف ونشوف هنكتبه ازاي. هناخد الت اللي في كلمة توت، يلا نكتبها مع بعض ونشوف هنكتبها ازاي. هعمل كده، اخد خط كبير من فوق وانزل بيه لتحت، واسحب خط كبير كده اهو، وهكتب فيها نقطتين، يعني طبق بودن واحدة. طبق بودن واحدة دي في اول الكلمة. طيب ايه كمان؟ مترو. مترو في نصها حرف الت. هاخد خط كده واطلع من فوق وانزل لتحت كده، وقف. بعد كده هسحب خط ناحية الشمال بالمنظر ده، وهحط اقول ايه، حط النقطتين حرف التاء. طيب ايه كمان؟ في خاتم هناخد التاء بتاعها وهنكتب حرف التاء. يلا بينا نكتب حرف التاء. تاء، هطلع من فوق وانزل لتحت كده بالراحة، وهسحب كده لحد ما ينتهي النقط بتاعتي، بعد كده هحط النقطتين. تمام. تاني، هطلع من فوق وانزل لتحت، وبعد كده هسحب خط كبير كده، بعد كده هحط النقطتين بتوعي. يلا بينا نرحب بحرف الثاء. حرف الثاء زي ما احنا متعودين ان عبارة عن طبق وعليه ثلاث نقط، او بداخله ثلاث نقط، وبيبقى شكله ازاي جوه الكلمات. ممكن نفكر مع بعض كده، نجيب كلمة بحرف الثاء. يلا مين شاطر يقول لي كلمة بحرف الثاء؟ برافو، ثعلب. ثعلب فعلا بتبتدي بحرف الثاء. طيب مين يقدر يجيب لي كلمة تانية من الشطار؟ كلنا عارفين الفاكهة الجميلة دي، كمثرى. كمثرى برضو بيكون في وسطها حرف الفاء. فاء، مش ملاحظين ان انا بقول فاء مش ساء؟ حرف الفاء لازم اطلع لساني البرة واقول فاء. فاء. كمثرى. كمثرى. طيب مين يقدر يجيب لي كلمة تانية فيها حرف الفاء؟ كلنا طبعا بنقعد على كراسي، وبنقعد على ترابيزات، وبنقعد على الانتريه. اثاث. برافو عليكم، اثاث. اثاث بيكون في وسطها حرف الثاء، وبرضو بتنتهي بحرف الثاء. ايه كمان؟ مين يقدر يجيب لي كلمة تانية فيها حرف الثاء؟ احسنتم، مثلث. مثلث برضو في وسطها حرف الثاء، وبرضو في اخرها حرف الثاء.
يلا بينا يا أصدقائي نشوف هنكتب الحروف دي إزاي ونتعرف على أسرارها. هناخد الثاء اللي في كلمة مثلث. يلا ظهر وبان. أيوة ظهر لنا حرف الثاء. هبتدي يا أصدقائي أكتب حرف الثاء، بدوس هنا وأمشي كده 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 وأنزل شرطة كده من فوق لتحت كده وأمشي خط صغنن كده وأحط فيها 3 نقاط. تاني تاني همشي خط صغنن كده وهطلع تاني من فوق لتحت وأشد خط صغنن كده وأحط فيها 3 نقاط. ده كده حرف الثاء. حرف الثاء. طيب تعالوا ناخد الحرف اللي في كلمة أثاث. يلا نكتب حرف الثاء. بعمل ايه؟ انزل خط من فوق لتحت وامشي برضو خط صغنن واطلع تاني من تحت لفوق واحط فيها 3 نقاط. تاني نقول كمان، اخد خط من فوق لتحت وامشي شمال واطلع تاني من تحت لفوق واحط فيها 3 نقاط. ثاء ثاء ثاء. طيب كلمة ثعلب. ثعلب بتبتدي بحرف الثاء. يلا بينا ناخد الثاء ونشوف هنكتبه ازاي. ثاء حرف الثاء. هاخد خط من فوق لتحت وامشي خط صغنن كده واحط فيها 3 نقاط. تاني نقول كمان، هاخد خط من فوق لتحت وامشي خط صغنن كده واحط فيها 3 نقاط. 3 نقاط علشان تنطق حرف الثاء. هناخد الثاء اللي في كمثرى. يلا فاكرين الأغنية بتاعتنا اللي احنا بنغنيها؟ يلا أشد خط صغنن كده وآخد خط من فوق لتحت وأشد خط صغنن كده وأحط فيها 3 نقاط. ها تاني تاني، أشد خط صغنن كده وآخد لي خط من فوق لتحت وأشد خط صغنن كده وأحط فيها 3 نقاط. برافو عليكم يا حبايبي. وبكده يا أصدقائي الحلوين تنتهي حلقتنا النهاردة ودرس جديد ومعلومة جديدة ونتعلم ببساطة.